ادي بضاعتك معاك يا ابو جراح وفلوسك معايا، اهم حاجه في الشغل معايا ايه؟ الامانه والاخلاص. هو ده اللي عاجبني فيكي والناس كلها عارفاه عنك، الامانه والاخلاص. انت امينه قوي. سامحني يا رب على الكذب دي. يلا سلام. سكه السلامه. نسيت اقول له ان انا لازم اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا. عملتيها كيداهم زي ما بقول لك كده، اهم حاجه في شغل الاخلاص ثم الاخلاص ثم الاخلاص. سرك في بير. يلا سلام. اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا. في خبر وحش يا معلمه. اعوذ بالله. اقول في واحد اسمه حمو ونازل في الشغل الجديد وبيعادي في الشغل بتاعك. يخرب بيته، وده قد ده. يلا روح. نسيت اقول لك يا معلمه، ايه ده كمان بيدرس في الكليه اللي هي فيها رودي كمان. طب روح انت، روح انت. ماشي. نعم. ماما؟ لا مفيش، انا لسه جايه من الكليه. ماشي يا حبيبتي ماشي. عملت ايه في العمره بتاعتي؟ عايزه اخد صور كده وانا في العمره. روح انت اغسلي لنا المواعين. روحي. حاضر. بقول لك ايه، عايزاك في مهمه جامده جدا اليومين دول. فتح مخك معايا. مصلحه حلوه. ايوه مصلحه حلوه. بقول لك ايه، في واد في الكليه عند رودي عايز اعرف قراره. ده بيحط راسه براسي. ده مين ده؟ ده مين اللي اتخبل في دماغه يحط راسه براسه؟ انا اعرف. بقول لك ايه يا حمد، ايه رودي؟ عارف ان انا بعايزك كويس جدا اكتر من اخويا. ما انت عارفه برضو نفس المعزه. طيب في واحده اسمها المعلمه كيداهم دي عايزه تخلص منك. طب وانت عرفت ده ازاي؟ انا عرفت بقى بطريقتي، بس اديني جيت اهو وحذرتك. هي بتعمل كده عشان انا بضرب في البضاعه بتاعتها اللي في السوق. بس ما تقلقيش يا رودي، خلي بالك بقى. تمام ماشي خلاص، روح انت. اشوف بقى موضوع كيداهم ايه ده. هي تقرب لك رودي؟ اه دي زميلته زي اختي. طيب انا برضو صاحبك هنا في الجامعه على فكره، بس كنت جاي انصحك بكلمتين كده. ايه؟ انت عارف زميلتك دي بنت مين؟ لا ما اعرفش يا بنت مين الصراحه. انا هعرفك برضو، رودي دي بنت المعلمه كيداهم. انت كده بتهزر؟ بنت المعلمه اللي انا معاديها؟ الله ينور عليك. وخد بالك برضو عشان اخوها غبي قوي، انا جيت نصحتك. ماشي يا صاحبي، شكرا على النصيحه. اوعى تكون رود عايزه تعمل زي ما المعلمه كيداهم عملت في ابويا. بس والله يا معلمه كيداهم زي ما غضبت بابويا ورمتيه في الضيقه خليتيه مات بحسرته، لندمك على اليوم اللي انت جيتي في الدنيا ده. ورودي انا هعرف اتصرف معاها كويس. عملت ايه يا واد يا مروان؟ ايه يا ام فيه؟ عملت ايه؟ عملت كل اللي قلت لي عليه. عفرم عليك يا واد، طلع لامك. بس اشاره منك واجيبهولك في المكان اللي انت قلت عليه. برافو عليك. بس سؤال بس معلش. انت هتعمل ايه في الواد ده؟ هخلص منه زي ما خلصت من اللي قبله. روح يا مروان. حاضر. روح. ليه يا رودي خبيت عني ان انت بنت المعلمه كيداهم؟ انا عمري ما حسيتها امي اصلا. بعدين خفت عليك، ما انت عارف ان انت عزيزه عندي يا حمو. ماشي يا رودي. طب انا عايزك تجمعني بالمعلمه كيداهم في مكان يكون لوحدينا، لان انا عايز اشتغل معاها بصراحه. اعتبره حصل. ماشي يا رودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا معلمه؟ ازيك يا حمو. اديني جمعتكم بعض اهو. برافو عليك يا رودي. انا بصراحه كده انا حابب شغلي. ولا بتحداكي في الشغل ولا يا حر، انا كنت بنكشك بس علشان خاطر نيجي في الوقفه دي مع بعضينا ونشتغل مع بعض. طب وانت جاي وجايب الواجب معاك، ده عيب. دي قهوه فرنساوي مظبوط، انا عرفت ان انت بتحبيها فقلت يعني. لا طبعا الواجب على الراجل. اتفضلي كده بالهنا والشفا. بس انا واحده بنت راجل. اكيد طبعا، احنا برضو عايزين نفهم نظام الشغل هيبقى ازاي، يا النص بالنص يا التلت والتلتين، يعني نشوف بقى احنا هنقسمها ازاي. انت كمعلمه ايه رايك؟ الله يرحم المعلمه كيداهم. طيب دلوقتي انا المعلمه رودي. يلا طب نمشي من هنا بسرعه قبل ما حد يشك فينا. طيب كده انا نفذت لك اللي انت قلت عليه بالحرف الواحد. انا حق ابويا اللي مات بحصرته رجع لي، وانت حقك رجع لك. المهم بعت لك لوكيشن تسليم البضاعه، روح وخلص الموضوع. تمام ماشي. يلا الحق اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. الكلمه الوحيده اللي خدتها من امي. المفروض لوكيشن التسليم هنا. طيب هي فين الناس؟ عملتيها يا رودي؟